في إطار محاربة الغش والتدليس قام أعوان مصالحي رفقة الطبيب البيطري ومصالح الشرطة لولاية أضرار بعملية حجز لكمية تفوق 15 طن من اللحوم الحمراء كالأحشاء ورؤوس الأغنام ورؤوس الأبقار. حسب تقرير الطبيب البيطري فإنها غير صالحة للاستهلاك البشري، كانت مخزنة في غرف التبريد لأحد الخواص. هذه المنتجات كانت مخزنة بطريقة غير شرعية في أماكن غير مرخصة، وأيضا عدم حيازتها على شهادة بيطرية. هذه المخالفات التي سجلت من قبل هذا المتعامل تشكل خطر على القدرة الشرائية من جهة، وثانيا على صحة وسلامة المستهلك.